السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيمي 24، معكم زلفا. اليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي كيهم الملايين ديال النساء اللي متواجدين هنايا في بلجيكا، وهذا المشكل هذا هو المعاش. المشكل هو أنه بعض النساء كيتزوج عليهم الزوج ديالهم في المغرب، هاد النساء المتواجدين هنايا، فالزوج ديالها كيكون مزوج عليها في المغرب جوج ولا مرة وحدة في المغرب، فهي كتاخذ واحد المعاش، وهذا المعاش هذا بعد الموت ديال الزوج ديالها تضطر انه تقسمه مع الضره ديالها اللي كاينه في المغرب. اليوم غادي نهضروا في هذا الموضوع مع واحده رئيسه ديال الجمعيه متواجده هنايا بلجيكا اللي كتولى الامر ديال هاد النساء هادو، غتهضر لنا اكثر وغتستفسر لنا اكثر على هذا الموضوع هذا. السلام عليكم اخت عائشه، مرحبا بك معنا في قناه ايميرو 24. بغيت غير تشرحي لنا اكثر على هذا الموضوع ديال هذا المعاش اللي كتبارطاجي هذه الزوجه هذه مع الزوجات المتواجدين في المغرب، ولكن قبل هذا الموضوع هذا بغيناك تلخصي لنا شويه لوبجيكتيف تاع الجمعيه قبل ما ندوزوا الموضوع. شكرا الاخت زلفى على الاستضافه. كلمه او ملخص على الجمعيه اللي انا فيها او كنت راسها، هذه الجمعيه سميتها ليزيسيب انيسياتيف سيتويان بوغ ان اسلام دو بلجيك. هي جمعيه كتعنى بالامور ديال المسلمين، خاصه الجاليه المغربيه هنا المقيمه ببلجيكا، كتعنى بالدفاع عن الحقوق ديالهم وكذلك دعوتهم لاحترام الحقوق ديال هذه الدوله الثانيه ديالنا اللي هي بلجيكا، او الدوله اللي كتستضفنا. دونك حنا في هذه الجمعيه تلقينا بزاف ديال الشكاوي من نساء مغربيات كيعاني من واحد المشكل اللي هو مطروح بسبب واحد الاتفاقيه قامت ما بين المغرب وبلجيكا في 1968 في اطار تقسيم المعاش ديال الزوج المتوفي بين عدد النساء، يعني النساء المقيمات هنا، يعني المرأة المقيمة هنا والنساء الأخريات المقيمات في المغرب. دونك هاد التقسيم هذا علاش ضر هاد النساء هادو؟ لحقاش في غالبية الأحيان هاد النساء ما كيعرفوش أنهم كاين نساء ديجا أن الرجال ديالهم مزوجين في المغرب، هادي حالات. والحالات وحدين اخرين كيعرفوا بان النساء تماك ولكن كيلقاو مشاكل باش يعيشوا هنايا. نعطيك مثال، فرضا هذاك الزوج يعني خلى واحد المعاش ديال 1000 اورو، 1000 اورو الا قسمتيها ما بين جوج النساء تعطيك 500 اورو في المغرب تقدر تعيشك مزيان، مي 500 اورو هنا كتعيشك في مأساة اجتماعيه. لهذا حنا كندعيو الراي العام وخاصه يعني المسؤولين باش يحلوا يعني الحوار على هذا المشكل هذا ويلقاو حلول كترضي جميع الاطراف، يعني سواء النساء لهنايا او النساء اللي في المغرب. وقمنا مؤخرا بواحد وقفه احتجاجيه في قدام الوزاره المسؤوله عن هاد لي بونسيون هادو، عن المعاشات، واستقبلنا ماكسيم بوغلي هو ممثل ديال وزير المعاش البلجيكي. وفي هذا الاطار يعني قال لنا انهم كاينين ورشات عمل كيترقصوهم دي زافوكا دي جوريست، يعني الناس مختصين في هذا الدومين باش يلقاو حلول، ولكن لسوء الحظ ما كاينش لحد الان ما كاينش نتيجه ملموسه. هاد النساء هادو اللي كيجيو لعندك الجمعيه وكيطلبوا المساعده، واش كيكون عندهم غير هاد لابونسيون هادي ولا كيكون عندهم شي حاجه اخرى باش كيعاونوا؟ لان قلتي بان هاد لابونسيون كتقسم على حساب العدد ديال الزوجات اللي كاينه في المغرب. دونك خاي دابا هادي انت عطيتينا غير واحد المثال ديال 1000 اورو نقسموا على جوج كتجيب غير 500 اورو، يعني لو كان عنده زوجه ثانيه، يعني كان عنده جوج ديال الزوجات في المغرب غتقاسم على ثلاثه، كي كدير هذيك الزوجه هنايا في بلجيكا كتعايش ب 200 اورو 500 اورو كي كدير؟ يعني واش ما كيجيوش عندكم عندهم يعني ديفيكولتي ولا ماديا ما كيقدروش انهم يعيشوا بها؟ يعني كي كيديروا انهم يتعايشوا ب 500 اورو؟ داكوغ، اغلبيه الحالات اللي عندنا هما نساء، يعني ماشي في مقتبل العمر، نساء مساكن عاشوا قلت لك هنا ما عرفتش شحال من عام، خدموا دوزوا كاع حياتهم في تربيه ورعايه الابناء، بناوا ديور هنا، بناوا ديور في المغرب، مساكن الناس يعني وخاصه النساء ما كيعرفوش لا لوا، ما كيعرفوش القانون. دونك ملي كتجيها هذه القضيه ان راه صافي لا بونسيون دو سيرفي ديالك، يعني المعاش تعويض المعاش ديالك غادي يتقسم،
مسكينه ما كتعرف ما دير، ما عندهم ما كايناش التوعيه، حتى هنا ما كاينش التوعيه، وخاصه هاد النساء راه ماشي يعني حالات عديده فعلا، راه هاد العدد في تطور، ولكن هاد المشكل هذا ماشي معروف، ماشي معروف من طرف بزاف ديال الناس. دونك هاد النساء ما كيعرفوش ما يديروا بهاد 300 اولا 500 الاورو اللي كيعيشوا بها في الشهر، ما كيعرفوش فين يمشيوا، فرضا سي بي اي اس اولا فرضا شي بلايص اخرين اللي غادي يعاونوهم. كيبقاو كيعيشوا في هذاك الشيء، اما عالة على الابناء، اما مساكن كيعيشوا في الحضيض يعني بصفه مطلقه يعني مساكن. تقدر تطعن في ذاك الاتفاقيه وتقول لهم يعني دير ان غوكو وتقول وتشرح لهم يعني الحاله ديالها ولي بروبليم اللي كتعيشها في الحياه ديالها بسبب هاد البارطاج ديال البونسيون. لي غوكور اولا الطعونات كاينين، تقدر اي مره تطعن في هذا القرار هذا، ولكن المشكل يعني القاضي ملي كيتقدم له هذاك الطعن شنو كيشوف فيه؟ كيشوف فيه جنسيه المراه، فرضا المراه الا كان في الوقيته اللي دار فيها الزوج الا دار العقد في المغرب كانت هذيك المراه مازال ما عندهاش الجنسيه، اغلبيه النساء المغربيات اللي يعني الجيل الاول والجيل الثاني ما كيطالبوش بالجنسيه يعني دغيا حتى كيشوفوا كاين شي ريسك اولا هذه اولا ولادهم كيكبروا كيوعيهم عاد كيمشيو مساكن يطلبوا هذا. اغلبيه الحالات مساكن في الوقيته اللي تزوج، فرضا نهضر لك على حاله كونكري، عندنا حاله ديال واحد الزوجه الرجل ديالها تزوج في 2006، منين تزوج لالا في 2006 هذه المراه كانت مازال عندها الجنسيه المغربيه، دونك في 2011 منين توفى الزوج يعني وجا هذاك القرار، منين لو جوج دارت هاد المراه غوكور قالت له راه ما قادراش نعيش انا بهذيك لا بونسيون وخاصه مقسومه يعني ما رضاتش بداك التقسيم، يعني منين مشى لو جوج كيشوف يعني في لو دوسي ديالها كيلقى ان هذيك المراه مغربيه يعني كتسري عليها هذيك لا كونفونسيون، تقدر الا كان عندها يعني الجنسيه لحقاش كاين واحد الحاله خاصه في هذه الاتفاقيه هذه، الا كانت المراه يعني ذات جنسيه بلجيكيه وهذه المراه كيثبت ان ما عندهاش دوت غوفوني غتاسيميلا هذه المراه الى يعني مراه بلجيكيه 100%، وفي هذه الحاله هذه يقدر يعني القاضي يحكم بعدم تقسيم ديال التقاعد يعني معاش التقاعد. دابا باختصار يعني واش دابا هاد الاتفاقيه هادي اللي داروها هي دابا نورمالمون معروف بان في بلجيكا ما تعترفوش بزوجه ثانيه، يعني تعدد الزوجات يعني هنايا في القانون غير معترف به، فعلاش داروا هاد الاتفاقيه هادي انهم يديروا هاد لابونسيون يعني ويقسموها مع الزوجات اللي متواجدين على برا، فعلاش هاد الاتفاقيه بدات يعني داروها؟ شنو هو البيت ديالها بالضبط؟ هو هاد الاتفاقيه ماشي دابا ماشي حد دارت هاد الاتفاقيه، كي قلت لك في بدايه ديال ليميسيون تقام بها دارت في 1968 في اطار ماذا؟ في اطار الاشتغال ديال المغاربه وفي اطار تشجيع العمل هنايا، كانت بلجيكا مرات بواحد الفتره الستينيات والخمسينيات كان عندها خصائص في اليد العامله، دونك باش تشجع اليد العامله قامت بربط اتفاقيات مع دول اخرى، دول مغاربيه كالمغرب، تونس، الجزائر، دونك في هذا الاطار قامت باتفاقيات، عده اتفاقيات، هذه الاتفاقيات كتطمن بها يعني هاد المغاربه هادو او هاد الاجانب المسلمين انها غتضمن لهم الحقوق ليهم والاولاد ديالهم، دونك من بين هاد الحقوق لحقاش المغرب دوله اسلاميه يعني عندنا كنعترفوا بتعدديه الزوجات يعني ما عندناش مشكل فيه، ولكن هنا بلجيكا الدولة ما كتعترفش بالتعددية الزوجات. هاد الاتفاقيات هادو اللي هما في إطار القانون الدولي دونك سي لو دو دووا انترناسيونال تقام بهم يعني باش المنفعة الاقتصادية ديال بلجيكا، ولكن لي فالور ديال هاد الناس ماشي هما لي فالور ديال هاد الدولة هادو،
ولا ريليجيون ديالهم اللي ماشي هي لا ريليجيون ديال هاد الدوله هادي. دونك هنايا من بعد دوك الاتفاقيات عاد من الجيل الثاني والجيل الثالث ملي بداو كيتزادوا وكيتزاد المشاكل وهذا عاد بدات كتفطن الدوله البلجيكيه ان هاد الاتفاقيات هادو كيكونوا مخالفين لي فالور ديالها. هنا فين كاين المشكل؟ كيفاش ممكن المراه تحمي راسها من انها تطيح في هاد المشاكل هادي؟ يعني الزوجات هنا راه كاين بزاف وهذا المشكل هذا راه كيكون هادي شحال وباقي حد الان كيكون هذا المشكل هذا. الرجال كيمشيو المغرب كيتزوجوا بوحده بجوج في المغرب، كيفاش ممكن هاد المراه هادي دير انها تحمي انا راسها ما تطيح في هاد المشاكل؟ المراه مسكينه مغروب عن امرها، كي غادي دير باش تحمي راسها؟ هادو كاينين اتفاقيات دوليه، يعني كهي كإنسانة كشخص يعني ما عندها ما تدير. شنو يمكننا نديرو كمجتمع دولي أو كمجتمع يعني بصفة عامة؟ التضامن. خص دابا النساء، هذا كنوجه نداء عبر لي ميغو 24 لجميع النساء اللي كينعانيو من هذا المشكل. فعلا عندنا عدد من النساء ولكن انا متاكده ان ماشي كاع الحالات اللي مسجلين راهم عندنا. دونك منين يسمعوا هذا النداء يتضامنوا نتجمعوا باش نديروا واحد الضغط على على على, على المينيستير ديال لابونسيون باش يلقاو حلول لهذ المراه اللي كاينه هنايا، باش المراه هنا ما تضيعش. اش غادي دير مسكينه تقول راجل ما تمشي تجوج في المغرب علاه كيتشاور معاها؟ فعلا غراس على ريفورم دو لا كونستيتيسيون ماروكان في 2011 الزوج ما عندوش الحق باش يتزوج بلا لوتوري بلا ديال الزوجه بلا الاتفاق ديال الزوجه الاولى يعني الموافقه ديالها. ولكن على الرغم من ذلك كاين ياك حاله عاد وقعات كاين ما عرفت كيفاش دار الراجل وخذا لوتوريزاسيون بلا الراي ديال المراه حتى مات وحتى مشات المراه الله يغوبو غاد تفاجات بان هناك زوجه اخرى دات يعني السيركوي يعني الجثمان الزوج ديال المرحوم عاد كتمشي كتفاجئ بان كاينه امراه تماك. دونك هذا في حد ذاته راه ظلم المراه ومسكينه ما عندهاش كيفاش تواجهه. نقدروا نواجهوا هذا المشكل بالتعاون وبالضغط على السلطات المعنيه باش يلقاو لها حل، باش يفتحوا ديجا النقاش والحمد لله يعني ديجا راه تفتح غير باش نديروا لهم ضغط باش يلقاو حلول يعني ملموسه. في حالة أن الاتفاقية هذه يعني وقفوها، شنو هو في نظرك المصير ديال النساء اللي متواجدين في المغرب؟ يعني دوك الزوجات اللي متواجدين في المغرب شنو هو المصير اللي غيكون يعني عندهم؟ الو شكرا بزاف على هذا السؤال لانه مهم جدا. المصير ديال المراه النساء اللي كاينين في المغرب هو حنايا يعني لو كومبا ديالنا ماشي في تحديد مصير ديال النساء ديال هنا اولاد النساء ديال المغرب، هو فقط عمل جمعوي للضغط على المسؤولين. حنا كنتمناو ان في اطار هاد الاعمال اللي كنقوموا بها ان الدوله المغربيه تاخذ يعني تحمل المسؤوليه ديالها وبحال اللي هنايا تخلق واحد الصندوق لاعاله يعني النساء اللي توفوا لهم الرجال ديالهم حتى المغرب يقوم بنفس العمل ويخلق شي صندوق باش يعاون هاد النساء هادو. وما ننساوش ان المساكن المغاربه هنايا الرجال ديالنا والنساء ديالنا شحال من عام وما كيخدموا شحال من عام وما كيكوتيزيو كاع لي زانفيستيسمون ديالهم والفلوس ديالهم كتمشي كتدخل المغرب. دونك المغرب خصو حتى هو يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الاطار هذا. وهو يعني لاكسيون ديالنا يعني شنو كنديروا لفتح النقاش باش نوجدوا كي قلت لك في الاول في المقدمه حلول مرضيه للجميع ديال النساء ديالنا هنا وللنساء في المغرب. علاش ما يتخلقش فرضا شي صندوق جديد لاعاله نساء تما؟ اولا يعني بما ان الدوله البلجيكيه كتعترف يعني بطريقه غير مباشره بتعدديه النساء، علاش ما تجيبش دوك النساء الا هي متفقه على هذا الشيء، علاش ما تجيبش دوك النساء اللي في المغرب وتجيبهم لهنا باش يعيشوا ابي ديغاليتي من النساء ديال هنا، يعيشوا في نفس المستوى وفي نفس الظروف راه حق من الحقوق. يعني خص يكونوا دي ديسيزيون على صعيد قرارات على صعيد الدول، على صعيد الدول اللي سيناو اللي بجوج بهم يعني سيناو هاد العهده هاد الاتفاقيه هاد. شكرا سيدة عائشة على هذه المعلومات كلها اللي عطيتيها لنا وهاد الاستفسارات اللي عطيتيها لنا، وشكرا لانك لبيتي الدعوه ديالنا وشرفتينا. بليزير، شرف ليا، شكرا بارك الله فيك. وبدوري انا كنضرب لكم موعد جديد في موضوع جديد ان شاء الله ونقاشات جديده. الى اللقاء في امان الله ورعايته.